يعني هو القرار الجمهوري واضح، يعني بيتحدث عن العضوية، بيتحدث عن آلية اتخاذ القرار، بيتحدث عن المهام التي يقوم بها المجلس، كيف سوف يعمل ذلك في الواقع. أن يعني علينا أن نجتمع أولا، وربما لو تسمح لي أنه أغير اتجاه المناقشة من المجلس شوية، لأنه لو أنا هقول آراء يعني ينبغي أن أقولها في المجلس فلا ينبغي أن أقولها صحيح. هنا يعني، لأنه إحنا بنتكلم هنا ليس عن مجلس استشاري مثلا، لا، هو مجلس له علاقة بعملية الحرب ضد الإرهاب. فإنما إحنا ممكن نتكلم، وأعتقد هيبقى مفيد للمشاهدين والرأي العام في مصر، أن إحنا نوقع المجلس بتاعنا ده في السياق العالمي. يعني لا يوجد دولة في العالم لا يوجد فيها منظمة ما معنية بمسألة الحرب ضد الإرهاب. كويس. وبتلاقي دايما سي تي سي، يعني معروفة سنتر فور كاونتر تيروريزم. هذا التعبير يكاد تعبيره يكون موجود، بيبقى موجود فين؟ يعني موجود في أمريكا مثلا في قلب الوايت هاوس، موجود في بريطانيا في الام اي 6. عادة بيبقى له مكان، لأنه دايما اللي بيحارب الإرهاب بحكم طبيعة الإرهاب منظمات كتيرة جدا.